بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور مصطفى سامة، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم في الأطفال. هنكلمكم النهاردة حلقة عن أنيميا الفول، أو الأنيميا التي تصاحب المأكولات اللي هي تحتوي على الفول. إيه سبب أنيميا الفول؟ أنيميا الفول نتيجة نقص في إنزيم معين، مش مهم اسمه، بيورث عن طريق عائلة الأم مش عائلة الأب. يعني محدش يجي له أنيميا الفول من ناحية الأب، لا، هي عادة مش عادة، هي دايما من ناحية الأم. هي تصيب الذكور في المقام الأول، ونادرا ما بتحصل في الإناث. إيه اللي بيحصل في هذا المرض؟ إنه مع الطفل لما يبتدي ياكل فول بيبتدي يحصل تكسير في الكرات الحمر. هيحصل ايه للطفل؟ هنبص يعني بعد 24 ساعة من الوجبة اللي خدها قبلها بيوم، الطفل يبقى لونه بهتان جدا، يبتدي اللون يبقى احمر، احمر يعني وردي، حرارة، بقى في وجع في البطن، اصفرار في العين. ممكن لو واحد مش اوير الطبيب ممكن يفتكر ان عنده التهاب في الكبد مثلا، هيباتيتس. لكن في وجود البول الاحمر ده بيخلينا على طول نفكر ان ده ممكن تكون انيميا الفول، وخاصه في الذكور. الطفل ده عاده ما بيحتاج مش دايما يحتاج الى نقل كرات دم حمراء على طول. دايما بنقول اطباء الصغيرين اسحب عيناتك، اسحب تحاليلك قبل ما تدي الطفل الكرات اللي انت عندها الكرات الحمراء. انه لو وديت الدم قبل ما تسحب تحاليلك، هيبقى التحاليل اللي انت هتعملها بعد كده هتبقى فيها فالسز كتير، لان الدم مش بتاعه، الدم ده جزء منه جاي له من بره. فدايما اسحب عينتك قبل اعطاء الكرات الدم الحمراء. طيب بالنسبه للام هتعمل ايه بعد كده؟ يعني هتفضل قاعده في المستشفى؟ لا، هو اول ما التكسير بيقف اول حاجه بتحصل ان لون البول بيبتدي يروق تاني ويرجع للون الاصفر، تبتدي تعرف ان الطفل ابتدى يتحسن، وان النخاع بتاعه هيبتدي يشتغل ويعوض النقص او التكسير اللي حصل. في خلال شهر هيرجع الطفل لطبيعته، مع بعض الفيتامينز، بندي حديد، بندي فيتامين، بندي فوليك اسيد، كل ده بنديه.